الأشخاص أربعة. فينا شخص عنده رسالة ورؤية، فينا شخص لا عنده رسالة ولا عنده رؤية. أو شخص إيه؟ عنده رسالة عنده رؤية. ده اللي إن شاء الله نطلع في يوم المحاضرة. ولو ملحوظة بقى، ملحوظة مهمة قوي، لو زادت المحاضرة ما نفذتش اللي اتقال النهاردة اللي تديه بكرة تشدها. تمام؟ مش ده جوه بقى الدرس اللي هو ايه كنا ناخد الحصه النهارده الاسبوع الجاي ابيها ساعه عايزين نعمل واجب. تمام؟ تمام اضحك يا ابني. تاني حاجه ايه؟ شخص عنده رساله وما عندوش رؤيه. مين الشخص ده؟ الشخص ده 90% من المصريين. ليه؟ المصريين طيبين جدا يعملوا خير كتير. تلاقي مثلا في رمضان وادي الرحمن كتير جدا. الشباب قبل الفطار انتوا بتبصوا على نقطة الصوت يعني. لا شباب قبل الفطار مثلا شباب نازل من البيت لو حد فيكم روح متأخر مثلا قبل الفطار بشوية تلاقي ناس عمالة تقطع عليك تمر وبلح وجبات. عندهم رسالة. بس تعالوا قولي مصر اقتصادية فين؟ مفيش رؤية. في رسالة بس مفيش رؤية. الشخص الثاني هو شخص عنده رؤية وما عندوش رسالة. ده في اوروبا ودول متقدمة. عندهم نسبة الانتحار عالية. ليه؟ بيحققوا فلوس وكل حاجة. أعمل إيه تاني؟ بنتحر بقى مش جاست إن أنتحر ممكن إيه؟ شرب مخدرات بقى أو معيش حاجة أعملها خلاص أنا حققت اللي أنا عايزه. ما عندوش الرسالة بتاعته اللي هو عايش عشان اللي هو أنا مبسوط وأنا بعمل رسالة أنا مبسوط وأنا بعمل رسالة أنا مبسوط وأنا بكتب بسرعة على طول. دي رسالة. في آخر شخص؟ لا عنده رسالة. على فكرة ما تفهموش تصدقوهم انتوا الشخص الرابع عشان احنا ما نسمعش على الشخص الرابع. انا ممكن يكون عندي رسالة بس انا مش طايقها او مش محددها او مش قايل ان انا مثلا ممكن تلاقي واحدة فيكم مثلا تبقى مبسوطة جدا وهي بتلاعب الاطفال الصغيرين. ممكن تكون دي رسالة ليكي بس انت مش حاسة مش طايقاها. ممكن رؤيتك انك تعمل دكتوراه ممكن هي دي رؤية بس انت مش طايقها. ولكن لما اشتغل على نفسي وانا شايف رسالتي وشايف رؤيتي هتفرق كتير. تمام؟ ايه ده؟ مارادونا كان عنده رؤية ان هو هياخد كاس العالم ويفضل لاعب في كاس العالم. كان جامد يعني. مارادونا بقى كده او نعمة مارادونا. ده مارادونا برضه. ليه بقى؟ مارادونا حاجتين. مريض. لا مارادونا حاجتين. خلينا نتكلم في الرسالة. مارادونا حاجتين ما عندوش اصلا رسالة. زائد انه لما حقق رؤيته ان هو يبقى عنده احسن لاعب في العالم ويروح بطوله كاس العالم والهدف والرجل الذهبي والقدم الذهبي خلص الرؤيه بتاعته ما جددش رؤيته. يعني انا مثلا كان في شباب يبقى رؤيته ان هو يخش هندسه دخل هندسه وفشل يبقى دكتور دخل طب وفشل خلص طب ويطلع معيد وفشل. تحاول ما تحطش النقطه النجاح مش نقطه انت وصلت لها. النجاح مش نقطه انا وصلت لها وكده وكده خلاص انا كده نجحت. انا اديت محاضره فنجحت خلاص مش عارف حاجه تاني. لا النجاح عمليه بس تمام انا اكمل واكمل واكمل. يلا شويه احنا قلنا شويه بقى عايز حد يقول لي رؤيه ايه؟ اختار انت عشان الناس تنزل تسيبها. اختار انت في ناس بتبص في الارض استخدمت انا عارف ده جاي. طب يا بابا مين عايز يقول رؤيه ايه؟ ابيض؟ طب انا عايز رؤيه اختار رؤيه اتفضل. هو احنا عمرنا اتكلمت عنه هو عن نفسي يعني انا كنت عايز اعمل مركز براءات اختراع للمنتجه دي مركز يبقى معتمد العالميه اي براءه اختراع تشتريها مصانع مصريه وتشتريها بدل ما تشتري او تشتري براءه. انت عارف مشكله الاستثمار ده ايه؟ براءات الاختراع اطلاقا. لا احنا في احنا عندنا مشكله ذهنيه احنا كل ما الجنيه بينزل في مصر بتضيع. ده مش حقيقي. قيمه الجنيه اقل قيمه في العالم قيمه العمله عمله الصين. الصين اقل عمله قيمه عمله الصين. ليه؟ انا لما اروح ب 100 جنيه ب 1000 جنيه اشتري منتج. لذلك لما بحول عملتي بالاقل باخد كميات اكتر يعني ممكن حاجه بيرش معايا بس انت مش بتخليها بيرش. فلا العمله لما بتقل لما
بعد بجنيه لميت حاجة عملتهم مش فاكر ايه اسمها عملتهم قيمتها غير وهم قصدين ده مش عارف بس هم قصدين اللي عملته تبقى اقل عمله اقل قيمه ليه؟ عشان بيجي يصدر لما تيجي انت تشتري من عندي كتير لما حاجه ببلاش كده بلاش الخمس ست كنات من عندهم بقى مش لازم بس محفوظ بس ايه عايز اقول ايه انا في واحد انا عايز ما كان الراجل الطاهر ده وقال لي عايز اوريك الجمهوريه وخليته اوريك الجمهوريه مش عارف ايه عايز رؤية جديدة مش ليا والله ولكن عشان مستشار كله خلصني اشتغل عليك جامد يعني فاهم كل الحاجات اللي ممكن تظهر لنا في اي رؤية تعالى عليك نعم بص عليها في مصر وزير السياحة حتى عايزة اتمرن اكثر من عشان طيب في حاجة هنتكلم فيها في الرؤية او الاهداف لازم تكون محدده مش اكبر كم انا عايز ابقى عايز اصبر عايز اصبر فعلا لان هو ماشي اصلا طب اسمع عشان اسمع عند المسيحيين في انجيل اسمه انجيل برنام انجيل ده هو ده الانجيل اللي بشر بسيدنا محمد انا اصلي دوت الانجيل ده اصلا كانت تكفيه في الكتب زمان انا الانجيل ده طبعا محدش يقدر يصلي بس على انت عايز تصلي بقى انا عايز اصلي لا 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 مش بحيط بس عايز وزير ايه؟ اسمه كده اهو وزير السياحة احلى وزارة يا جماعة محمد ايه؟ محمد مختار وزير السياحة والشريعة السياحة في الاقتصاد من المجال لسه بتدرس ولا؟ لسه بس دلوقتي أول مرحلة أنت حققت الرؤية أول مرحلة تعملها بتعمل إيه؟ بتقول أنا أقدر أوصل للرؤية دي إزاي؟ تيجي تحسبها عايز يبقى وزير سياحة أقل رينج وهو عنده 22 سنة مثلا 20 21 سنة هياخد قدامه كام سنة عشان يبقى وزير سياحة؟ يعني هو عنده 35 سنة وزير سياحة هناخد أبسط حاجة المتوسط عشان في ناس 50 ومثلا 15 ناخد 30 يبقى انت هتاخد الكلام ده بكام سنة؟ كام سنة؟ تعالوا بقى هنا كام كده؟ نكتب احمد من دلوقتي لحد ما يبقى وزير سياحة هيحتاج ايه؟ أول حاجة تخلص تعليم؟ تعليم؟ اللي هو التعليم الدراسي يعني ايه تاني؟ ما حدينا سياحة في الرابطة
عشان شكله ما عرفش ايه حرام زيها رغم احنا عندنا وزراء ما عندهمش ثلاث تسعة عندك معرفة عامة ونص بقى ما خدت ثلاث بره مثلا تعمل كنترول ايه تاني احنا قلنا احنا عندنا 30 سنة تمام؟ بنقسم 30 سنة 3 سنة حاجة اسمها اهداف طويلة الاهداف اهداف وتوصيل ثلاثة اهداف تمام؟ دي احسبها كم سنة ودي كم سنة ودي كم سنة؟ عشر سنين تعالوا نقسم كل الحاجات دي على 30 سنة دول هو مش عايش 30 سنة كمين وعادي خلاص انت 8 سنين وعادي ما عنده 30 سنة معلش معلش وانت عندك 30 سنة وزير؟ انا بقى بتتفاجئ على 30 سنة انت عايز بعد 15 سنة مثلا؟ يعني 5 انت اضرب قبل ما تحط الرقم ده معلومة قبل ما تحط الرقم ده بتسأل 3 اشخاص يعني 3 اشخاص مختلفين شخص جرب في المجال ده شخص اوريدي لو عرفت توصل لوزير ثابت مثلا لو عرفت توصل دكتور جامعه هتساله الموضوع ده اذا الناس اللي اوريدي قريبه من البوزيشن ده تعرف تقول لك بتوصل لحد ايه يعني كل حاجه انت عايز توصلها تعرف حد وصلها بدا قد ايه وايه المشاكل اللي قابلته كل الكلام ده احنا دلوقتي بنقول مع بعض كل واحد بيطلع اي حاجه من هو انما انت المعلومات دي بتجيبها من ناس موثوق فيهم يعني لما اقول ان انا لما اقول ان انا عايز ابقى وزير الاقتصاد لازم مثلا لو عرفت اوصل دكتور في الجامعه يعرف وزير الاقتصاد يعرفه هو وصل ازاي ايه المميز اللي كان فيه خلاه يترشح لبقى وزير تمام انت بتقول 15 سنه 5 خلاص قسموا لي بقى دول على الحاجات دي يلا كل واحد مننا بيت اول 5 سنين في 3 دراسات صح يبقى هنا عايزين دراسات التعليم الاساسي الاول اللي هو التعليم الجامعي يعني مش ابتدائي والدراسات العليا حاجه كمان بقى محتاج تعليم لغه دلوقتي صح اللغه دلوقتي ولا الشغل دلوقتي ولا الجيش دلوقتي ممكن في الجيش تدرس حاجه او تعمل دراسات خريج دكتور يعني مثلا عشان اخد ماجستير في ماده معينه لازم اكون جايب تقدير اقل واجب يعني تمام طيب هنا ايه لغه سؤال ايه هنا اشتغل بقى الشغل اتفضل شغل تمام مش شايف
خبرة في المجال عموما بقى ده جهاز النهارده ده عبد الرحمن ها؟ لا مش بس ده ايه تاني؟ هنقول هنا في خبرة يا خارج مصر دراسات عليا خارج مصر مع طلبة طيب هو سنة سنة لغة سنة اللي هو الدراسة بتاعتي وسنة اللغة اللي هي بتاعتها واخدها جيش وثلاث سنين دراسات عليا انا ما اعرفش انت عامل ايه طيب هياخد الاستاذ ده ليه يا جماعه هو الدراسه هتعلم الدراسه تعرف امكانياتك او المرحله من مراحل التقديم تمام يبقى انت معاك اربع سنين تاخد فيها الماجستير والدكتوراه اللي عندك درجات اللغه اللغه نفس سنه الدراسه وجيب تقريبا نفس السنه ماشي عبد الرحمن عندك اربع سنين هتاخد فيهم ايه؟ ماجستير بس اربع سنين هتاخد فيهم ايه؟ يبقى انت عندك اول سنه ايه؟ لغه شمال يبقى انت عندك اول سنه لغه ودي بتدريب في دراسه تمام السنه كام شهر؟ 12 شهر عدد منهم كام شهر؟ انت عايز تتعلم لغه ست شهور معاك ست شهور اهو ست شهور هنقول دول عدى منهم دراسه عمليه وست شهور هتعلم لغه معلش انا مشكله في الموضوع ده لا انا مش بحفظها بس بحفظها شهور هو لغة
هو اللغه بدل درجة الجيش. طيب انت عندك الست شهور دول الشفيف عايز اوصل لكم بس الشفيف انت في ست شهور هتاخد لغه تمام. يبقى انت عندك تعمل ايه؟ محتاج تعرف مراكز التدريب تاخد فيهم اللغه دي في ست شهور. بس هو بيقول ان هو ثلاث لغه بدا يدرس لغه. طب انت بتدرس ايه طيب؟ انا بدرس انسان خلاص بقى ايه؟ يعني انا بخلص كام برضه؟ على اخر 6 شهور. يعني انت خلاص اوريدي عارف انت هتعمل ايه؟ طب هو بالنسبه له عمل خطه في 6 شهور ان هو يخلص يوم لغه. في ال 6 شهور دول هتعمل حاجه ثانيه اللي احنا قايلين عليها ان انت تخلص السنه هتخلص الدراسه وتعمل لغه. فاكر؟ في نفس الست شهور ما انا بقول برضه هاخد لغه غيرها؟ تعالى لي بقى. انا ما بحبش الناس القلب دي وفي الاخر ما بتعملش حاجه. لا والله خد بالك ان احنا قلنا في الاول اول مرحله اول التطبيق تعرف امكانياتك قبل ما تخش على الخط. شفت المركب؟ شفت العربيه اللي جبتها العربيه؟ ما توصلش نفسك للمرحله دي. مش بخليك تتشائم ولكن عشان لما واحد بيبقى عامل نفسه وبيحققش بيحصل عنده تهون معناته تقل ما عرفش كام بعد كده. طب انت بتقول عايز لغه ست شهور فانت محتاج حد عايز حاجه تانيه؟ ده احنا بنيجي تحت الكلام ده بتكون كاتب بورقه مع نفسك بقى تقعد تجيب لك كوبايه شاي وتظبط دماغك تمام. فانت ست شهور الماني هو الماني ما هو بسير على ايه بقى تاخد ايه دلوقتي؟ روسي. ست شهور يبقى انت محتاج الست شهور دول تعرف مركز تدريب وايه تاني؟ تاخد كورسات ست شهور. يبقى اول مرحله انت هتعملهم بكره تعمل ايه؟ يبقى مركز تدريب. يبقى انا من بكره ست شهور اهو احنا وصلنا احنا وصلنا خلاص. الطب بقى نلخص بقى كل الرغي اللي احنا لبناه. احنا وصلنا ان هو كان عايز يبقى وزير سياحه نوصل ان هو في الست شهور دي ست شهور دول بتوع اللغه دول هتبتدي يعرف. بعد كده انت تكمل بقى بعد ست شهور انت بتكتب الكلام ده بعد ست شهور هدور على الدراسات الغاليه تمام. تبتدي بقى تعمل لها خطه بعد ما تخلص مشكله. طيب الجيش ما تبقى عامل حساب سنه جيش ما تعمل خطتك. احنا كنا عاملين اللغه في سنه الجيش. دكتور اتفضل. الجيش بيسمح للاسطوانيه ايه؟ الجيش بيسمح للاسطوانيه ايه؟ اهو الجيش بيسمح للاسطوانيه ايه؟ مفيش مفيش هو انا بعمل دراسات عليا ومفيش طلبه. هو الحضور لا يعني انا بعمل دراسات الحضور كله عليك 5 درجات يعني مش فارق فيه ايه؟ فاهم شرط؟ الحضور كله عليك 5 درجات تمام؟ هو لازم يحسبها كده. هو يحسبها تمام؟ هتبتدي بقى زي ما عملنا اللي احنا وصلنا ان انت تعمل مركز تدريب تبتدي توصل اللي احنا مسحناه ده. الخطه القصيره والخطه المتوسطه تعملها نفس الكلام والخطه الطويله تعملها نفس الكلام. زي ما وصلنا ان احنا بعد ست شهور هعمل كذا من 5 سنين من 15 سنه عرفت ان انا من 5 دول هعمل كذا ومن 5 دول هعمل كذا ومن 5 دول هعمل كذا وصلت ال 5 دول هقسمهم في 4 سنين وسنه في السنة على السنة 12 سنة بقى منهم 6 وفاضل 6 يبقى 6 دول انا هعمل كذا. انت عرفت من بعد 15 سنة هتعمل ايه؟ ال 6 شهور دول هتعمل ايه؟ صح كلام وصل؟ حد بقى ده ايه؟ حد ما يعرفش يعمل الكلام ده؟ حد لو بس حد ما يعرفش يعمل ايه؟ صح عايز تسمعها منه؟ صح انا بدات ان انا اذاكر المحاضره في المنظمه هي مثلا لو كورس 10 محاضرات
فهبدا اذاكر اول محاضره. انا بذاكرها تمام، اجي تاني المحاضره اذاكرها برضه، اجي تالت محاضره لا، لان انا مش حد يسمع عن قراءه الذهني. ذاكر قراءه الذهني بخش يا اخويا. احنا عندنا قراءه الذهني يا شباب، احنا قراءه الذهني، قراءه الذهني طريقه بيشجع الانسان يرفع قراءه اليمين. عامل ده شرط طريقة مالناش دعوة بيها النهاردة تمام. القرارات الذهنية دي طريقة للمذاكرة، طريقة للمذاكرة بيدوها هنا قبل الامتحان. طريقة ازاي تذاكر يعني، ازاي اعمل الرسم بتاعتك بالالوان وتحفظ الالوان وتسترجعها ساعة الامتحان، وازاي ما تنساش ان انت ذاكرته وازاي تجيبه حاجات كده تمام. طب ايه؟ لو كتبت على النت قدامك هتذاكر، لو كتبت على النت القرارات الذهنية هتشوف فيديوهات هتفهمك ازاي تذاكر. اهي الراجل الطاهر اهو. شباب جنان، شباب جنان، شباب جنان ولا جنان شباب؟ لا شباب جنان. جامعة جنان. دي قرارات جنان. هتشفعك؟ انا مش شايف. تمام؟ ذاكر بقرة الزنية طريقة كويس. كل سنة دكتور اللي هو اللي حاطط. أنا مش دكتور. ماشي. مش حاطط الدواء مثلا كذا كذا خد. أه. طب ناجح الدين ماشي، ما نجحش. اللي هو تبقى عامل بلان بي يعني؟ زي كده هو ده. طب دي مثال، مثال مثلا أنا مثلا إيه؟ عايز بعد ما أخلص. عاد بعد ما خلص على مثلا معيد تمام، لو ما تجيش معيد مثلا اعمل دبلوم، ومن دبلوم اعمل ماجستير ماشي بقى كده معيد ماشي. بس في نفس الوقت هدي برضه حاجه ثانيه. ايه بقى؟ هي مثلا شرطه، تخصص شرطه، كم خلاص ماشي. فتابعت دي برضه يعني، تابعتها في الشرطه اللي هي تابعت فيها خلاص بس دي خليني في التكنيك. فبيت مريض بقى عشان خلاص في الشمس يعني. اسمع بقى دي مهمه جدا 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 جدا. رفع الوقت مضاد. انت بتبقى في البيت باباك بيقول لك يا ابني اشتغل يعني. هقولك على قصه حقيقيه خاصه بيا انا. قررت الجواب باخد كورسات كتير جدا وانا في الدراسه، كنتش بروح الجامعه. كان بابا يقول لي يا ابني روح احضر عشان تنجح وتجيب تقدير هيفرق معاك في الشغل. انا مش مقتنع بده، انا مقتنع ان انا اخد كورسات بره الجامعه هتفيدني الشغل. روح يا احمد اشتغل في شركه حكومه 700 600 جنيه بس حكومه ليها ضمان وتامين واوتوبيس بيجيبك ويوديك والجو ده. لا انا مقتنع ان انا اشتغل في شركه خاصه. يا احمد تعالى اشتغل معايا في الشركه اللي انا شغال فيها. ده هتبقى تحت عيني وهنجوز. لا انا مقتنع ان انا شركتي هبقى حاجه كويسه. تمام؟ لو انا حاطط ذلك، لو ما اشتغلتش في الشركه دي اروح الشركه دي، لو ما اتعاملتش في الشركه دي اروح الشركه دي. الحمد لله انا خريج بقالي سنتين. وصلت لحاجه في الشركه بتاعتها اسمها اريا مانجر. اريا مانجر دي يعني انت بتبقى ماسك اريا مبيعاتها بتسويقها. انا ممكن تلاقيني في شغلي وبروح الشركه ثلاث ايام في الشهر بفعل. ولكن يومي كالاتي، انا بنشط العملاء، بنشط التسويقين، بنشط الموظفين اللي تحتيه. لو كنت بقى انا مقتنع ان انا هبقى كويس في ده، انا رايح في ده وعايز ابقى كويس في ده، لو كنت بقى مشيت ورا البلان بي اللي انت بتقول عليه واخش شغل. انا هدوس كلها حريه ايام ما كنت هدوس. لا ده بعد ثانويه عامه والدي اللي خلاني ادخل كلها حريه وقدمت الشرطه واترفضت. يعني ما اترفضتش من اول حاجه يعني. الشرطه دي يا دوبك كتبت الاستماره ما قبلنيش معرفش ليه. تمام؟ هرجع لك للنقطه اللي احنا قلناها. السيد عادي ودي ليك مطلق الفرق انك تختارها، تختار اللي انت عايزه سواء كان شرطه او وزير سياحه، او كنت ضابط او وزير سياحه اللي انت عايزه تختاره. قول ده السيد عادي مثلا، قول سنة كذا مثلا كذا لم ينفع شيئا طلب من حياته القليل
وده في حياتي صدق مش هذا قريب. انا عندي استعداد اشتغل في مكان خط مرض فيه بس انا شايف ان انا واحد بس مرات طبعا عمال انت شفت 7 ساعات في موظفه حكومه في الحكومه وهم 600 فلوس ومعروف 1000 جنيه مقابل ان يبقى عندي تعليم كمان 60 70 سنه عين مش هتسفلها دي وده تمام. احنا صرفنا التعريف احنا حكينا الكلام ده كله ليه؟ عشان بلاد نيويورك بقى نسي احنا قلنا فيها ثلاث طولة الاجل متوسطة الاجل متوسطة الاجل اللي احنا صرفناهم حد فكرهم؟ حد فكرهم؟ ازاي يكون هدفك واضح؟ خصائص الاهداف لازم يكون هدفي واضح ومحدد. ما تقولش انا عايز ابقى غني، ما تقولش انا عايز ابقى ناجح، ما تقولش انا عايز ابقى شاطر، ما تقولش انا عايز عايز ابقى كذا كذا كذا، انا عايز ابقى صاحب اكبر شركه كذا كذا. قابل للقياس لما اكون عندي عايز ابقى صاحب شركه كذا لازم يكون لما معايا فلوس وصلت للدروس وصلت للخبره وصلت للعمال وصلت للمعدات وصلت للشركه نجحت الشركه. فانا عارف انا فين ورايح فين، محدد وقت، عملنا التايم مانجمنت اللي بعد 30 سنه بعد 15 سنة 5 سنين. الكلام ده تعرف من حد عمل الكلام ده قبل كده او قريب من ناس تعمل الكلام ده واقعي واقعي انت تقدر تعمل الكلام ده ولا لا؟ ما تحطش نفسك مكان العربية اللي هي جت تشيل العربية وقعت فيهم الاثنين. عارف انت تقدر تحقق الكلام ده ولا ما تقدرش تحققه؟ تمام؟ اخر حاجة مسبب ودي اهم حاجة مسبب. انت بتعمل كده ليه؟ لو مش عارف انت بتعمل كده ليه، لو مش عارف انت جاي المحاضره دي ليه ما تجيش. لو هنقول هنا اهم كلام هيتقال في الدنيا، بس انت مش عارف انت جاي تستخدمه ليه ما تجيش، ما تقدرش اقول لك حاجه. في واحد صديقي اسمه احمد فؤاد كان بيقول ايه؟ لو هتعمل شر بس عارف هدفك ايه من الشر ده اعمله، انما لو هتعمل خير وانت مش عارف هدفك ده منه ايه ما تعملوش. انت عارف انت عايز تعمل محاضره ليه؟ انت عارف انت تطلع، انت عارف انت تتعلم ايه؟ انت عارف انت تبدا بقوه ايه؟ انت عارف انت عايز فلوس ليه؟ انت عارف انت ليه؟ ليه دي بتفرق كتير قوي؟ انا بعمل كده ليه؟ جايه المحاضره ليه؟ الناس المنظمين دي جايه منظمه المحاضره ليه؟ الحاجه اللي بتصور دي بتصور ليه؟ تمام؟ لا هذا الخط، احنا قلنا ايه اول مره؟ كلمه التخطيط تخيل؟ صعب خالص. طيب احنا اتكلمنا ايه هو التخطيط؟ ايه انواع التخطيط؟ ايه اهميه التخطيط؟ اتكلمنا في الرساله والرؤيه وايه الفرق بين الرساله والرؤيه؟ واتكلمنا ازاي نرسم الرؤيه بتاعتنا اهداف؟ خلاص كده احنا خلصنا كده. ازاي بقى شويه حاجات كده باظت بقى؟ ازاي تبتدي تتحول من خطه دنيويه او خطه دينيه او خطه متعلقه باصحابي قوي او خطه خطة مش كاملة، إيه الخطة الكاملة؟ الخطة الكاملة لما يكون فيها ثلاث حاجات جوه. الخطة الكاملة اللي يكون فيها ثلاث حاجات فيها الجانب الاجتماعي، فيها الجانب الروحاني، فيها أنا. إيه أنت دي؟ أنت دي فيها كل حاجة في الدنيا. يعني إيه؟ أنا يقول لك في التسويق في حاجة اسمها إيه هو التسويق؟ كاستمر ساتسفاي. تطالع مين؟ أنا إمتى ببقى مرضي؟ إمتى ببقى ساتسفاي عن نفسي؟ لما بقرا، لما بهتم بصحتي، لما بتعلم، لما برفع عن نفسي، لما بشتغل، لما معايا فلوس، امتى ببقى راضي عن نفسي؟ حط تحت امتى دي كل حاجه في البيت، حط في الجانب الاجتماعي اللي هنتكلم فيه، حط في الجانب الروحاني، تعالوا ناخدهم واحده واحده. الجانب الروحاني كان في حاجه في حياتك غير محدش يعرفها غيرك. انا بعمل خير محدش يعرفه غيري. ممكن 90% اعمل خير 100% 90% اعرفه للناس. انا لما اروح اقول لاحمد يا احمد انا بعمل كذا وبروح ادور اي كان تيجي معايا. غير لما اكون بعمل خير حد ما يعرفوش. انا لما بعمل الخير ده ببقى مبسوط جدا مش عايز حد يعرفه. دي حاجه بيني وبين ربنا. انما لما بعمل خير واعرفه للناس فانا عايز الناس دي كلها تيجي تعمل معايا كده. باجي رسالة عايز الناس كلها تيجي معايا تعمل كده. خدت صوابع خير اللي انا بعمله خدت صوابع خير ناس كمان. خلي في زي حلقه وصل بينك وبين ربنا. لما تكون تعبان جدا اقعد ادعي. قرب ربنا اكتر واحد تشتكي له ربنا. تمام؟
الجانب الروحاني. الجانب الروحاني هو علاقتك وانت بوالدتك. ايه؟ سوري، الجانب الاجتماعي. علاقتك بوالدك ووالدتك. علاقتك بزوجك او زوجك او زوجتك لو كنتم متجوزين. علاقتك باخواتك. علاقتك بقرايبك. علاقتك باصحابك. سؤال يطرح نفسه او شيء. وبشكل. انت بتاخد الاولويه 1 2 3 4 ولا 1 2 3 4؟ واحد. من هنا ولا من هنا؟ يا واد يا مؤمن. مين؟ هو الصح منين؟ الصح تاخدها من هنا جدا، بس في الغالب احنا بناخدها من هنا. تمام؟ ادينا قلت لكم معلومه تعرفوا تعملوا ايه. انت بقى دي انا حاطط فيها حاجات كده، ممكن تتحط فيها 10 حاجات. انت حط فيها كل حاجه قول لها صديق. تقول انت انا راضي عن نفسي لما بيكون قريت تجريد بقى مبسوط جدا. انا راضي عن نفسي لما بكون مجيبي مليان. انا راضي عن نفسي لما بكون بلعب كوره مثلا، بلعب رياضه. انا راضي عن نفسي لما برفع عن نفسي. مش حياتي كلها شغل ولا حياتي كلها مذاكره ولا حياتي كلها رياضه، لاعب، روح العب كوره، روح دريم بارك. رفع عن نفسي. تمام؟ بس ما ترفعش بتطبيق التطبيق. يعني انا لما لعبت كوره النهارده جامد ممكن بقى اروح بكره النادي اريح. يلا. أقول لكم معلومة بس من في قاعدة مهمة جدا بتقول لك عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفسه مجال عمل هو نفسه مجال تطوع تكون في أعلى حالات استثمار الطاقة. يعني لما أكون بدرس تجارة وأتطوع في تجارة في البيزنس وأشتغل في البيزنس فأنا في أعلى حالات استثمار الطاقة. لما أكون دكتور وباقي جامعات السنة مثلا أكشف ببلاش وبتطوع وبدرس وبكتب يعني تخصص دراسه ونفس عملك ونفس مجال طوع تكون انت اعلى حالات استثمار الطاقه. دي قاعده. ولكن في ناس بتطلع من القاعده وبتعمل حاجات مختلفه عن دي، بس دي نقطه. تمام؟ تمام؟ اهم حاجه من الكلام ده. حاجه تواصل المحاضره مش وقت الضايع بقى. نصايح عمل سامي لا اطلب نصيحة من اهلها. مش شرط ان انا ابويا بيخاف عليا وبيحبني ان اساله عن حاجه هو ما عندوش العلم فيها. اطلب نصيحة من الناس اللي فعلا عارفه المعلومه دي. لما اطلب اسال حاجه في التسويق اروح اسال والدي. والدي عمره ما هيضرني بس هو ما عرفش المعلومه. اقول من معلوماته الصغيره هيقول لي منها، ولكن في حد عنده معلومات كبيره ومش هيضرني هو ده الاسئله. التركيز تركيز 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 والمرونة. ما تقولش بقى خلاص لقيت صخرة قدامي وطريقي في خطتي اقطع. خلاص ده احمد زويل خد جايزة نوبل بس ازاي غيرته بيا انا يديني جايزة نوبل؟ لا عادي، في طرق كتيرة ممكن تحرك بقى صخرة، ممكن تعدي من فوق الصخرة، ممكن تبحث من تحت الصخرة. تمام؟ المصابرة والمجهود. واخيرا الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة من حوالك ان الانسان كويس جدا ان الانسان وحش جدا. سامح جدا ان انت تبقى الصحبه عموما يعني سوري الصحبه عموما ممكن تحولها من شخص لشخص. انا كده خلصت ده اللي احنا اتكلمنا فيه. اعرف امكانياتك، حدد اهدافك، ضع رؤيتك، خلاص نزرع الاهداف برضه من مجالات حياتك وطريق الى النجاح باذن الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الكورس بتاعي لو حد عنده استفسار